ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إين بوكس. فقرتنا دي أو ضيفتنا اللي معانا في الفقرة دي هي ضيفة مميزة جدا. ليه؟ لأنها بتعمل كذا حاجة أو بتعمل حاجات كتير جدا متعددة المواهب، مش بس في الوظائف أو في المواهب اللي عندها، ولكن كمان هي زوجة وأم لتوأم، ودي لوحدها أو في حد ذاتها هي مسؤولية كبيرة جدا. ضيفتنا اللي معانا النهاردة عملت مشروع لطيف جدا، وهو مشروع رسم قصص من التراث الشعبي. مش بس كده، هي كمان فازت بجائزة المركز الأول لماركة قهوة عالمية شهيرة جدا. النهاردة منورانا في الاستوديو علياء خالد صاحبة المشروع عشان تحكي لنا بقى تفاصيل اكتر، واتكلمنا عن مواهبها الكتير جدا. ازيك يا علياء؟ اهلا بك. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه يا علياء؟ كله تمام، كله زي الفل الحمد لله. علياء ما شاء الله متعدده المواهب، يعني زي ما نور قالت كده من شويه، لكن كلمينا عن شغلك وبدايتك بقى في المواهب دي كلها جت ازاي، وكمان دراستك. ماشي. اولا انا خريجه فنون تطبيقيه. تمام. كنت قسم جرافيك في الكلية. عندنا احنا بنتعلم مش شرط تكون موهوب، يعني انت ممكن تكون موهبتك نص مثلا، بس الموهبة الكلية بتقوي وبتعلي الموهبة دي. الدراسة مع الموهبة. اه بالظبط. فالفكرة في موضوع مشروع قصص من التراث، ان انا بدأت من الكلية فكرت في موضوع ان احنا ليه ما بنهتمش بالتراث بتاعنا بطريقة جديدة ومختلفة تشد العالم كله ناحيتنا. تمام. مش ان انا عامله القصص يعني انا عاملاها لكل فئات العمر، من الصغير للكبير، الشباب، الناس الكبيره جدا في السن، حتى ناس بره. فمن هنا جالي موضوع ان انا ليه ما اهتمش ابقى انا الحد اللي هيهتم ويحمي التراث بتاعه. تمام. مش التراث بتاع مصر بس، انا واخده العرب كله، العراق، بلاد دمشق، كل حته فيها قصص كتير جدا. فانا بدات ارسم عن المشروع بتاعي القصص من التراث. بدأت أحكي مع الناس بطريقة شيقة وبطريقة إن هي تكون لذيذة، مش بطريقة اللي هو لغة عربية ممكن من الناس الصغيرة ما تفهمهاش، لأ. بدأت على طول إن أنا أجمع من القصص بتاعة التراث وأقرأ عنها كويس وأرسم من وحي اللي أنا قريته. تمام. بطريقة أدمج فيها الفن الشعبي مع الخط العربي مع بقى التاتش بتاعي، يعني ان انا احط حاجه شيقه تخلي اللي يشوف البوستر او يشوف الديزاين او اللي يشوف الشغل اللي انا عاملاه يعرفها، اللي هو يستفز ان هو يقرا. صح. يقرا ايه ده؟ ايه القصه دي؟ ايه ده؟ مين اللي عامل الشغل ده؟ ده بالنسبة لجزء قصص من التراث. طيب عليا، احنا دلوقتي شايفين الصور دي صور من اعمالك. اه بالظبط. احكي لنا بقى اكتر، يعني بتنفذي الشكل ازاي؟ يعني مثلا بتختاري قصة معينة بتقري عنها، بتبتدي بقى تنفذي ده ازاي وبتعمليه في قد ايه؟ طيب، هو اول حاجة طبعا اي حد ديزاينر عامة او مصمم او رسام او حد عايز يعمل حاجة مختلفة في اي مجال، مش لازم في الرسم بس او الالستريشن بس، لا، حتى في الازياء، في اي حتة، بيقعد يدور اللي قبله عمل ايه عشان ما يعملش حاجة تقليدية يقول ده عمل حاجة شبه فلان. فانا في اول حاجة بدأت ادور الناس اللي قبلي اللي رسموا في التراث عملوا ايه. لقيت ان كله عامل حاجات، طبعا في حاجات حلوة جدا، بس حاجات تحس ان هي مش مودرن خلاص، ما بقتش ما تنفعش معانا في العصر بتاعنا دلوقتي. فانا بدات الاول اقرا كويس جدا جدا عن مجموعه من القصص، اخترت 10 بس الاول. وبدات فعلا ارسم عنهم بعد ما قريت الموضوع كويس. وبعد كده لما بدات ارسم، طبعا احنا يعني لما بنيجي نرسم نرسم الاول سكتشات، وبعد كده بنحول ده جرافيك. وبعدين اخترت عناصر مميزه جدا، يعني زي ما كان ظاهر على الشاشه كان في مثلا ايه سيره الهلال. تمام. فاخترت البطل بتاع القصه. مثلا كان في طائر الرخ. مين هو؟ فانا برسم البطل بتاع القصه. كان في ست الحسن، وفي ست الحسن بالظبط، ست الحسن. فانا اختار عنصر المميز او البطل بتاعي وابرزه بطريقه جديده مع خط عربي والفن الشعبي اللي انا اخترته. بس يمكن برضو يا علياء، يعني بعض القصص بتاعتنا دي قصص تراثيه كلها، ويمكن اغلبيتها حواديت اتحكت لنا واحنا صغيرين، يعني فدايما ليها ابطال ما ينفعش نغير من ملامحهم او نغير من تاريخهم من الاخر كده. فهل انت قربتي من الجزئيه دي؟ غيرتي منهم شويتين ثلاثه، ولا خليتيهم زي ما هم
ولعبتي بقى في المؤثرات اللي حواليها زي ما كده معانا على الهواء. بالظبط، هو اول حاجه طبعا ان انا بحاول ان انا اقدم حاجه لازم تكون مختلفه. تمام. لان احنا دلوقتي بقينا الناس بقى عندها هيستوري كبير جدا 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 من خلاص بقوا عارفين، يعني ممكن تشوف صوره خلاص تعديها. لكن ازاي تخلي المشاهد وتخلي حد كمان في المجال، بالظبط حد في المجال بتاعك وفنانين كبار كمان يكلموك انت عملت ده ازاي؟ تمام. فهو ده اللي كان كل اللي شاغل تفكيري، ان انا ازاي اعمل حاجه جديده ومختلفه. تمام، واحافظ برضو على الـ الاساس بتاعنا، يعني ما اخرجش بره الموضوع، الهويه ما اخرجش براها. بس عظيم، حلو جدا. طب ايه الفيدباك اللي جالك بعد كده من الناس اللي شافوا القصص دي؟ ده بقى كان جزء كبير. انا عندي في كذا حد كلمني، فنانين معروفين جدا جدا، مش عارفه المفروض ما ينفعش اقول اسمهم بس ليه؟ اقول عادي. اقول اسماء طبعا. في الاستاذ نقول لهم التحيه على الهواء زي الفل. الاستاذ خالد الصفتي اللي هو مؤسس سلسله فلاش وسماش، كلمني واتكلمنا واتفقنا ان شاء الله ان احنا هيحصل عمل بينا. وهو شجعني بصراحه جدا ان انا ما بقاش في دور نشر جوه مصر بس، لا يلا نعمل حاجه كمان بره. كذا حد كلمني برضو ان هو ليه ما يتاخدش شغلك، كمليه ارسميه ويتاخد كفواصل اعلانيه لقنوات كتيره بره ومش في مصر بس. فكره. تمام. في برضو ناس كلمتني، طبعا دكاتره الكليه كلهم يعني تشجيع رهيب. في ناس بقى فويس اوفر معروفين جدا كلموني ان هو يلا يا عليا ارسمي واحنا هنعمل فويس على الانيميشن بتاعك، ويلا نعرض الكلام ده على شركه انتاج او حد ياخد البروجكت ده يتبناه. يعني كتير كلموني يعني، بس انا بصراحه لسه يعني بفكر هعمل ايه بالظبط. بس طيب عليا، يمكن يعني معظم الشغل بتاعك او الصور اللي انت صممتيها هتلاقي دايما موجود الاسم بتاع القصه دي او الروايه. وكمان جنبيها في كلام انا مش قادر اقراه، يعني بعيد قوي. انت قايله ايه او انت موضحه ايه من خلال الكلام ده؟ انا حاطه في الخلف الباك جراوند بتاعتي، ما هو ده اللي كنت بقول عليه. تمام. الموتيفه شعبيه مع خط عربي، عملت مزج بينهم الاثنين، ودي حاجه جديده يعني مش كتير عملوها، ومحدش فكر قبل كده. يعني دايما يقول لك ايه، يعني مثلا في موتيفه في الخلفيه فن شعبي. طيب انا دخلت الخط العربي ليه؟ لان هو كله تراث عربي. يعني كله، فانا حاولت ان انا عايزه، لان انا ما جيتش ناحيه التراث الاوروبي. بالظبط، انا عملت دمج بين التراث العربي والموتيفا مع الخط العربي، فعشان اظهر بس بطريقه جديده ومختلفه. بس طب رسمتي كام قصه لحد دلوقتي؟ وايه اللي ناويه تعمليه بعد كده في القصص دي تحديدا او في التراث الشعبي؟ انا رسمت لحد دلوقتي هم 10 قصص رسمتهم. كل قصه مختلفه تماما عن القصه اللي قبلها. او بتختاريهم كمان ازاي عليا؟ انا هقول لك، انا اوريدي يعني في كوميونتي زوجي وصديقتي المقربه وصديقه تانية، احنا في كوميونتي كلنا يعني هم مثقفين وانا رسامه. اوكي. هم دايما كلامهم التراث، انا بحب كمان الحاجات اللي فيها اساطير، الحاجات اللي فيها معتقدات زمان. حتى لما هنقرا القصص هتلاقي في معتقدات كتيره زمان الناس فاكراها، مثلا خمسه وخميسه. فجبنا اصل الخمسه وخميسه وكتبنا عنها، وهم انا طلبت منهم ان هم يكتبوها بطريقه المحكواتيه. اوكي. يحكوها اللي هو كان يحكى ان في زمان كان في عصر الذهبي حصل، طريقه شيقه تحس ان انت تمشي معايا في الموضوع ما تزهقش وما تحسش انت قريت العشر قصص. بس ده كان كل هدفي. طب انا احنا برضو نفسنا نسمع منك حاجه كده، يعني يمكن احنا مش عارفينها. يا لا مش موضوع مش حافظاها، يعني احكي لنا مثلا قصه حكايه احنا كنا فاكرينها واحنا صغيرين مثلا بشكل، ولما انت بقى دورتي وراها طلعت بشكل تاني خالص. مش شرط تحكي بطريقه اللي انت بتحكي يعني القصه. بس حاجه تكون معروفه مشهوره بالنسبه للناس. ممكن الخمسه وخميسه. احنا كلنا فاكرين ان هي حاجه عن الحسد. تمام. وكف الحسد ورقتك من العين وكده. امال هي ايه؟ هي كده بس. اصلها ما هواش مصري. تمام. يعني هو اصلها يهودي. ماشي. ومش وجايه من ان هم كانوا عندهم معتقدات برضو عن الحسد. فانت ماشيه بقى من اول زمان، من اول بقى عندك كمان الفراعنه، في حاجات فيها معتقدات فيها فراعنه، من اول الفراعنه لليهود للمسيحيه للاسلام، كل ده مشي معاك بنفس الرمز. فانا بحكي في قصتي كل حد قال ايه. بس فهي موضوع ماشي بطريقه شيقه، هي كلها رايحه في حته الحسد والخوف من العين والكلام ده. بالظبط.
خمسة وخميسة. ايوه بالظبط. احكي لنا حدوتة تانية عليه، الموضوع عجبني. حدوتة تانية. والله طيب، يعني اصلا كنت بحب قصه ست الحسن والجمال وانا صغيره. قصتها ان هي وانا صغيره بالظبط، هي تمام، ان هي كانت في بنت اميره بنت ملك، وهو كان في يوم كان عايزين يعملوا جواز ليها، فهي حبت ولد عاملها على الشاطئ، بس للاسف الولد ده كان فقير وما كانش يقدر يجيب مهرها او يجيب لها الحاجه اللي المفروض تبسط والدها. فبعدين ان هو الولد اصطاد سمكه ولقى جوه السمكه مهر الست الحسن الخاتم. بالظبط، لقى الخاتم وراح قدمه لها وعاشوا في تبات. انت عارفه ما كانتش بتتحكي لي كده؟ امال ايه؟ والله انا طلع كان مضحوك عليا. وست الحسن بقى وفي اخوات شريرين ومش عارفه ايه، وبيحاولوا ان هم يخبوها، في الاخر بقى بيجي على الحصان الابيض وياخدها ويطير. هي بصي في التراث بتاعنا اقاويل كتيره. هو في حصان الابيض ثابت في كل عند كل يعني البنات. هيجي الحصان الابيض هينزل زي بالملايه من القصر، عارفه في قصه كده دايما وهميه موجوده دايما عند، بس ان شاء الله تتحقق باذن الله. طيب عليا، يعني كلمينا عن المسابقه اللي انت شاركتي فيها وكانت عباره عن ايه، وكمان كان فيها معاك كام حد برضو من المشاركين فيها يعني. طيب المسابقه مبدئيا هي كانت على السوشيال ميديا عادي جدا، وانا عادي لما بنرجع من الشغل كلنا بنقعد نتصفح الفيسبوك كده عادي جدا. وفي يوم لقيت اعلان المسابقه، وجي اليوم ده كان اخر يوم للمسابقه، يعني لو عايز اشترك هو اليوم ده. مسابقه ايه هي؟ كانت مسابقه ان احنا نعمل ديزاين لماركه عالميه في القهوه يعني معروفه. طيب. وان احنا نعمل ديزاين للكب بتاعه. تمام. فانا طبعا انا بحب روح المشاركه. فاخدت المسابقه وبعتت لكل الناس اللي اعرفهم في الديزاينز وكده، فاللي حصل ان كلهم بلا استثناء قالوا لي ايه الهبل ده، مسابقه ايه وكلام فاضي ايه، احنا مش عايزين نشارك. انا طبعا كنت ممكن انجرف معاهم في الموضوع بتاع ان انا ايه المشكله، مش هشارك خلاص. بس جيت في الساعه كانت 9 بالليل انا فاكره، وقمت على طول مشاركه في المسابقه. وبدات ارسم من 9 بالليل ل 7 الصبح، رسم متواصل ما وقفتش. وبعت، لما بعت هم حاطين طبعا الويب سايت وكل حاجه تبعت عليها، لما بعت لقيت مفاجاه، لقيت ان في 600 فنان على مستوى العالم مشارك، اللي هو غيري. ايه ده؟ ايه ده؟ انا استحاله اكسب. تمام. استحاله طبعا. فاتضايقت من نفسي ان انا ازاي قبل ما ادخل المسابقه ما عملتش سيرش مين الناس اللي قبل اشتركوا، عمري انا يعني عمري ما اقع في الغلطه دي. فلا حطيت وكلي حزن طبعا، لو انا مش هيكسبوني يعني. في شوف كان في حاجات فعلا هايله محطوطه، والغريب ان هم كانوا عارضين الشغل، يعني مش مخبينه من الناس، لا معروض. عشان ما حدش قالت حد. بالظبط. انا بقى حطيت وخلاص. جه بعدها بالظبط بست شهور ايميل منهم بيقولوا لي ان احنا عارفين احنا اتاخرنا عليكي وكده، بس احنا حابين نبلغك ان انت كسبتي على مستوى العالم ذا بيست ديزاينر ان ايجيبت في الديزاين، والتصميم بتاعك هيتم تنفيذه، وحابين ان انت تبعتي لنا بياناتك وكده. طبعا انا ما صدقتش نفسي، اللي هو ايه ده؟ يعني الماركه العالميه يعني تكون موجوده في كل حته في مستوى العالم يختاروني انا؟ يعني ده ربنا بقى يعني. تمام. بعدها بعت بياناتي وكل حاجه وخلاص، افتكرت خلاص بقى يعني، ورحت اتكرمت في مقر الشركه اللي عندهم هنا في مصر وخلاص. قلت خلاص الموضوع خلص. لا ما خلص. بعدها باربع شهور ديزاينر، احنا عايزين منك يا عليا تبعت لنا الديزاين الاصلي بقى، عشان هيتم طباعته في جميع انحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا. دي بقى كانت البومينج بتاعتي. ليه؟ لان اي ديزاينر واي فنان بيفرح لما يلاقي شغله على حاجه بالظبط متنفذه قدامك. انت ما بالك ان انت في دول كتير، انت متنفذ في دول، وبقى الناس على فكره الناس بقت في الشارع توقفني وعارفيني، ان هم طبعوا كمان كارت جنب الشغل بصورتي وباسمي والانستجرام كل حاجه. تمام. فاللي حصل انا ما كنتش صراحه مصدقه يعني، لحد ما الموضوع اتنفذ فعلا، وطلبت من اصدقائي اللي بره بقى يا جماعه يعني روحوا الفروع فعلا الكلام ده موجود وصوروا وبعتوا يعني. بس الحمد لله ربنا كرمني جدا. كان في حافز طيب في القصه دي بشيء معين؟ الحافز ان انت ما بتسمعش كلام حد. ان انت ما يعني الناس اللي تقول لك لا ما ترجعش لورا، لا فكك ده كلام فاضي، لا ده مش هتعمل حاجه، ما تسمعش الكلام حد وامشي واسعى
وربنا هيكرمك اكيد. هو ده اللي انا يعني الدروس المستفاده من موضوع المسابقه. طب عليا انت بتقولي انه كان في ناس كتير جدا مشاركه، حوالي 600 واحد حوالين العالم كله، شايفه ايه اللي كان مميز في الديزاين بتاعك؟ ايه اللي خلاهم يختاروك انت بعيدا عن كل الناس دي؟ حاجتين، اول حاجه الطابع الشرقي، لان هم كلهم عملوا ستايل اجنبي، هم اصلا ما كانواش عايزين كده. الطابع الشرقي صح، وبرده هرجع تاني لقصه الفن الشعبي، لان انا خدت موتيفات من الفن الشعبي واشتغلت بيها برده، يعني عدلت فيها وبدات اشتغل بيها. تاني حاجه ان انا التزمت بكل الشروط اللي كانت محطوطه، يعني هم كانوا حاطين شروط في المسابقه ان انت تنفذها، انا التزمت بيها، الالوان، المقاس، كل حاجه التزمت بيها وبس ورفعت، وربنا اكيد كرم ربنا طبعا، يعني اكيد اجتهاد وسعي منك اكيد يعني. الحمد لله الحمد لله. ادوكي طيب مكنه هديه بتاعت الاهل؟ اي حاجه اي حاجه طيب يعني حلو الكلام ده، في انتشار بس في مقابل يعني. هو الناس كلها فاكره انا خدت فلوس، انا ما خدتش فلوس. حتى لو خدت فلوس على فكره من حقك. انا ما خدتش فلوس. هم كانوا حاطين الناس مش هتاخد فلوس، بس هيكسبوا ايه؟ انا بالنسبه لي في المجال بتاعي اللي كسبته، احنا في مجالنا لما تكون معروف هتطلب بالاسم بالظبط. فانا بقيت طلب مني من شركات كبيره، عمري ما كنت اتخيل ان انا لو حتى بعت البورتفوليو بتاعي ان هم يكلموني. لان في ديزاينر، احنا في مصر في ديزاينرز كتير، احنا عندنا في مصر ما شاء الله المواهب متعدده عندنا جداً. هنا واهم حاجه انت كسبتي واحده بنت مصريه اصيله بالزبط. يعني كسب ده المهم بالنسبه لنا. الحمد لله. طيب برضو عليا انت يعني ما وقفتيش لحد هنا بس، لا كمان انت عملتي موهبه اخرى في الطبخ مع جوزك. ايه الموضوع وايه الحكايه؟ انا الاول زوجي هشام هو مصور وعنده استوديو تصوير وكده، بس هو بيحب جدا تصوير الفود اند بافرج عامه، ودي اكتر حته هو يعني شاطر فيها جدا. وغير ان هم اساسا البيت بتاعهم هو خارج من البيت، كلهم بيعرفوا يطبخوا بطريقه فظيعه يعني. فانا بدات اتعلم وبدات اعمل حاجات معاهم بس، والحمد لله برضو ربنا كرمنا في حته تصوير الاكل عامه، لان احنا عملنا كمان حاجه اسمها فود جرافرز دي. ان احنا بدانا نصور لمطاعم، لشركات اغذيه، لشركات لها علاقه بالابلاينسز اللي هي اجهزه كهربائيه او كوكوير، وبرضو احنا تعرفنا في الحته دي جامد جدا، يعني حته تصوير الاكل، يعني احنا بنصور حاجات كتيره بس حته تصوير الاكل عامه سواء مطاعم او شركات اغذيه الحمد لله برضو دي ربنا كرمنا فيها جامد وبقينا معروفين فيها. يعني حتى الناس على فكره بقت توقفنا تقول انتوا فود جرافرز. انا في واحده على فكره قابلتني بالصدفه وقالت لي بصي يا عليا انا مش فاكره اسمك بس انت فود جرافرز. قلت لها ماشي. والله العظيم قالت لي انت انا مش فاكره اسمك خالص. طب خش انام طبق محشي كده اي حاجه حلوه طيب يعني. زعلانين يعني. طب عليا قولي لي الفتره دي او الفتره اللي جايه بتجهزي لمشروعات معينه، سواء بقى في اي مجال من المجالات اللي انت بتعمليها، رسومات القصص او الجرافيك او الديزايننج او الحاجات دي كلها ولا لا؟ انا فعلا بحضر لحاجه، الحاجه دي هي طبعا كذا مشروع، بس البروجكت اللي انا هقدر اقول عنه هو قصص من التراث، ان انا هكمل فيه. أنا رسمت بوسترات القصص، ولكن هبدأ أعمل القصص، بدأت بالفعل أرسم القصص من جوه بقى نفسها، يعني الحدوتة وهي تتحكي هتلاقي بقى القصة مرسومة والصور، وهحركها بإذن الله. أنا معايا بنت اللي هي حركة الفيديو اسمها إسراء رجب. أنا كان لازم أقول اسمها، أكيد لازم أقول اسمها، لأن هي فعلا فنانة وشاطرة جدا وربنا يوفقها يا رب. وإحنا بنعمل دلوقتي بنحضر لحاجة أتمنى من ربنا إن هي برضو تسمع زي ما انا عملت. إيه هي بقى؟ اللي هو ان انا هرسم القصص وتتحرك وتبتدي تتذاع بطريقه اوسع باذن الله، لان في كذا حاجه ان شاء الله جايه. ان شاء الله. نورتينا علياء. شكرا، انتوا ظراف جدا. ربنا يخليك يا رب. اتبسطنا معاكي، والمره الجايه ان شاء الله تدخلي علينا كده بايديكي مش فاضيه. صينيه بسبوسه. اي حاجه. حاجه كده فاهمه، احنا قاعدين معاكم هنا وانتوا في البيت، خليكم في البيت محدش ينزل. نورتينا جدا يا علياء، شكرا ليكي. شكرا يا فاروق. شكرا يا نوره. كده خلصت حلقتنا من إن بوكس، ونشوفكم بكره ان شاء الله على خير، وباي باي.